understands. السالفة واضحة، انتو الظاهر حاطين علي وانا حقي مهضوم بهالمدرسة، لذلك انا قررت اني ابيع فلافل. استاذ صالح انا مو فاهم انت شنو تبي، وضح كلامك. ممكن تأجرون لي المقصف علشان ابيع عرايس وسمبوسة. فهمتك. لا حبيبي طلبك مرفوض، انا اسف الموضوع طلع من ايدي. لا انتو مستقصديني وناوين علي، ليش دايما طلباتي انا مرفوضة؟ ايش معنى انا بفهم؟ ابل عطيات اجرتوه للسنة اللي طافت، والسنة اللي قبلها ابل عطيات خلت تأمين من الطلبة على دينار دينار. ما تعتش ما تقول. سكتنا لا طلع بحمارة. يلا اطلع بري. حياه الله من ويانا، والله نورت هالمكان يا حبيب واشرقت شمس الصباح. عطيات مو وقت مغازل، انا جايك بخدمه، تكفين ممكن تساعديني؟ تكفين؟ لا تقول تكفين، هذه فيها قبايل والله يتطاحنون. هلا هلا ممكن اجر منك المقصف بس هالسنه ولك نسبه؟ والله كان هذا بودي بس الهوى ضدي، في مشكله واحده ان اداره المدرسه راح تاجر كل هالمدرسه حق الدور البرلمان 13. انت الظاهر متفقين علي، واكيد لك مصلحه من هالموضوع هذا، واكيد انت من وراي ماخذه كوميشن. انت شلون تقول كذي؟ ما سمعت المثل السيلاني الذي يقول كلما دمت في الارض وتد من ردات الخطا تعطيش حصمه؟ يعني شلون ماكو فايده؟ هم بالتدريس حاطين لي تقارير ضعيف، وهم امسك احتياط. خلاص يبا انا قررت ارشح نفسي بالانتخابات، واللي يصير يصير. تبي تنجح خذ هذا الخرز خله عندك، فينفع في اليوم الاسود ويفتح البيبان. اعوذ بالله من الشرك، هذه عباده حجاره، هذا شرك. لا 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 انا راح اعتمد على الله ثم نفسي، وابيع سياره القرنبع واشتري جديده وازيد فوقهم دينارين واحطها وابيع اقصاد وكيشها مره ثانيه وبدون كفيل، واقطع السجاير. لا اقطعها، اقطع السجاير واقطع اهلها بعد، ولا يهمني الاخبار ولا المطر ولا البواليع، المهم رضا الوالدين وبس. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. أنا الحين أنا شو أسوي بهذا الخرز كله؟ شو وين ما كل أعطيه أستاذ صلاح حمد من مدرسة الجنبازي حذف فيه الطلبة. أيها الشعب، أنا صحيح كنت قاسي، أنا كنت ظالم صح، أنا كنت شديد صح، بس هذا كله علشان مصلحتكم، وكل إنساني غلط. أنا وياك يا أستاذ صالح ومساندك 100%. كلنا وياك يا أستاذ صالح. شكرا شكرا، انا اوعدكم اني راح اكون مثال القدوة، واعطيكم بعثات بدون ثانوية، اولى ابتدائي ثاني ابتدائي ادزن فرنسا، ثالثة ورابعة لندن، واللي عنده دور ثاني اندزه واشنطن. بس صوتولي انا ما راح اصوت لك، لان انت كله تقول لي البطة وتنجحني على الحفة. فترة طيش، فترة غضب، اضطريت يا اخي. ما نغلط، ما توقفون وياي، حاولوا تساعدوني، انا محتاج لكم. يا البطة خلي ابوك يمري وانا غبطك. تبي تعطيني صوتك بدون ما تداوم؟ اي مو يداوم الناس تقول كذي اللي تشوفه. انا ودي اعطيك صوتي، بس ابوي كله يقول ان اللي يرشح نفسه دائما يقول كلام، وبعدين لما يوصل هناك يصير كلام ثاني. الا انا غير. جربني، عطي صوتك وشوف، جرب. انا ودي اعطيك صوتي، بس ابوي حاجز جناسينه ويعطيهم للي يدفع اكثر. بشر ابوك وقول له بس ينزل المعاش بحسابي راح احوله بحسابه. بس عيد انت تعلق صور استاذ صالح على كل الشبات. اوكي سلم، وانت تروح تبيع لوش عند اشارات المرور عشان نجمع فلوس حق الحمله الانتخابيه. انزين يا صبي. وانا بسوي صفحه الانترنت، وانا اتبرع بالاشراف على البوفيه وما اخلي احد ياكل منه شيء. ايوه يا استاذ صالح. صوت لصالح صوت. صالح حبيبي، صالح ابوني احسن تتاهل. يا رب يا رب بس هالمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اليكم هذا الخبر العاجل. اكتسح الأستاذ صالح الساحة الانتخابية، وذلك بعد حصوله على نسبة 99.9% من مجموع أصوات أهالي قطعة 13. هذه الديمقراطية، هذه الحرية. أستاذ صالح وبعد ما نجح شنو راح نسوي حق جمعنا الحرم قطعة 13؟ أيها الشعب، أنا مو نجاح لكن نجحت،
وما دام انا نجحت انا انسان عصامي اسوي كل شيء بيدي اخم المدرسه كلها بيدي وما اعتمد على احد ويكون بعلكم البرشامه ما تنفع البرشامه ما تنفع البرشامه ما تنفع البرشامه ما تنفع صياد السمك لما يقط المدار شلون يصيد السمك بالبرشامه طبعا لا البرشامه ايش تبي تنفع الجراح لما يفتح بطن المريض تبون هالفراشه قنبق قنبق تغشش الدكتور اوف كورس نوت مينو براسا بس ها البرشامة ممكن تنفع مدير الانتاج لما يجيب فواتير مطبوخة وسلمها للإدارة وآخرتها يرفع عليك قضية وقطك بالحبس هذا جنسية جنسية بس انت وياه لا للخرز لا للبرشامة لا للواسطة بسم الله الرحمن الرحيم إليكم هذا الخبر العاجل تقرر إعادة انتخابات قطعة 13 وذلك لإعادة الفرز يدويا إيه مو أنتو النظيف ما تعلم